رح نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم وموجود عن أغلب البشر، يمكن فرح ما في حدا بالحياة حتى أو هو طفل مر بحالة من التعلق بشي، بأمه، بمكان، بشخص، بأي شيء بالحياة، ممكن برفقاته أو بالمدرسة اللي كان فيها، أو إذا هو كبير يمكن يكون متعلق بشريك حياته أو بالأشخاص يلي موجودين حواليه، ممكن هذا التعلق يكون يسبب خطر لحياته على المستقبل البعيد ويسبب له أزمات نفسية كمان. يا فرح، أكيد اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفتنا المميزة سلوى. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. اليوم مفهوم التعلق يمكن بعض الأشخاص يشوفه موضوع بسيط، لكن هو الموضوع لا يستهان فيه أبداً. نهائياً صحيح. مفهوم التعلق بعلم النفس، خلينا نعرف المعنى العام لإله. إذا بدنا نتعمق، أنت بيكون التعلق إيجابي أو ممكن التعامل معه وضبطه، وأنت فينا نقوله هو تعلق مرضي. تمام، أنت بتكون يعني قطع المسافة الآمنة. التعلق هو لما نحن بنتمسك بشيء تمسك شديد وبنعتبر أنه حياتنا بدونه لا شيء، يعني بعتبر سعادتي مرتبطة بهذا الشيء، يعني سواء كان شخص أو هدف أو أي شيء أنا بتعلق فيه، فبيكون أنه أنا بدونه حياتي ما إلى قيمة، فصار اسمه تعلق. والتعلق دائما ليس إيجابي، الحب هو إيجابي، أما التعلق فهو غير إيجابي، لأنه أنا بربط سعادتي بشيء، وربط السعادة بشيء معين أكيد من الخطأ، لأنه الإنسان لا يمكن أن تتوقف سعادته على أمر أو شخص أو هدف إذا ما انتهت حياته. يعني عادة المتعلق، لو فرضنا أنه بنت متعلقة بشخص، بتقولك أنا ما بتخيل حياتي بدونه، أنا بموت. كلمة أنا بموت معناتها هي تعلق، أكيد ما أنه شيء إيجابي. طبعا هذا الشيء كثير مؤذي بالنهايه، طبعا يعني مؤذي الى نفسيا، ما في شيء بدوم، حتى تعلقنا باهلنا هذا ممكن يكون انه غلط. خلينا طيب، معقول التعلق يعني بكل الاوقات سيء وما هو شيء ايجابي بحياتنا؟ اكيد يمكن يكون في تعلق بيكون طبيعي. خلينا نعرف المشاهدين عن التعلق الطبيعي والتعلق امتى بيكون مرضي. تمام، خلينا نوضح اكثر التعلق بكل صوره. تعلق الإنسان دائماً بشيء أو بشخص ناتج عن نقص داخله، يعني هو عم يعوض شيء بداخله، عم يحاول يلاقي قيمة لذاته من خلال هذا الشخص أو من خلال هذا الشيء. مثلاً إنسان بيتعلق بوظيفته، ما بيقدر ياخذ وظيفة غيره، أو ما بيتخيل حياته مثلاً بدون هالوضع الاجتماعي اللي هو فيه إلى آخره، فإنه أنا بنتهى حياتي إذا ما كنت بهذا المكان. فإذا هو عم يوجد قيمته الذاتية من خلال شيء خارجي وليس شيء داخلي، فهذا تعلق. أو إذا كان هذا مرضي؟ طبعاً نحن منبلش يكون تعلق مرضي، هلأ منوصل لأنه تعلق مرضي بصير بده علاج، هذا منبلش بالتعلق. فلما أنا بتعلق بشيء بدرجة كتير كبيرة وما بتخيل حياتي بدونه، فهو تعلق، والتعلق فكرة التعلق بحد ذاتها هي مرضية. توصل للمرض لما بيشوب القلق، يعني لما إنساني مثلا تتعلق بشخص أو إنسان بيتعلق ببنت، تعلق مرضي، قلق، خوف من الفقد، بيوصل لمرحلة الشك، لمرحلة عدم الثقة بالذات، نوصل لمرحلة أنه هو بيحتاج لاستشارة طبية، استشارة نفسية. السؤال أنه إمتى أنا بعرف أني متعلق وإمتى أنا فعلا بحاجة أني عالج الأمر؟ بس حس أنه أنا هذا الشيء ما عم بقدر أتخيل حياتي بدونه، بلشت استغني، يعني بلشت أني أقدم نفسي بالتقسيط، معناتها هذا تعلق. طبعاً. وكل تعلق له جذر، يعني شو الجذر هذا التعلق؟ أنا ليش وصلت لهون؟ بدنا نرجع للطفولة، ممكن كتير الموضوع يكون مرتبط بالطفولة. بس عفوا أستاذة، هون اليوم دائما أغلب المشاكل إذا بدنا نعتبرها مشاكل نفسية أو المطبات اللي ممكن يوقعوا فيها الأشخاص على كبار، دائما بنشوف أنه منشأة طفولي بحت. صح. اليوم التعلق إذا بدنا نحكي بدقة أكثر، شو سبب، يعني كيف كانت ممارسات الطفل أو ممارسات الأهل لحتى كبر معه هذا الشيء، لحتى سبب له مشكلة على كبر؟ هلا غالبا هو مرتبط بعلاقته بالابوين، ولكن تحديدا الام. يعني اذا كانت علاقته بالام علاقه قلق، يعني كانت مثلا اشياء بنسمعها من اهلنا، مثلا انه انا بيوم من الايام اضطريت سافر فتركتك 4 أيام او 5 أيام عند خالتك، يشو عذبتك، يشو بكيت، معناتها هو نشا عنده فكره انه الفراق بياثر عليه بهالطريقه المؤلمه. فنحن بدنا نرجع لعلاقتنا بالام، كيف كانت علاقتنا بالام؟ كل حدا كانت علاقته بالام فيها قلق
او ما كانت علاقه سويه، علاقته بالشريك غير سويه. فكتير مهم انه نرجع لهالنقطه، فهل نحن كنا متمسكين جدا بماما، واذا راحت يا لطيف بنقلق وبنخاف وبنتوتر، او كان عندنا اشباع عاطفي وكنا يعني ننشا في اسره متوازنه، يعني كان هالولد عادي. يعني فنحن عندنا هون بالتعلق في مدارس بعلم النفس وضحت انه في انواع للتعلق. فهذا الشخص مثلا اللي دائما بيقلق اذا امه بعدت وبيبكي وبيتاثر، وبس تيجي امه بيرجع بيبكي اكثر بيعصب اكثر، هو نفس الشخص اللي اذا حبيبته بعدت بيتضايق وبيعصب، وبرضه اذا اجت ببلش يعاقبها نفس الوضع، بس هو عم يكون على 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 انسان كبير. فالفكره انه نحن بدنا نرجع للطفوله، هي احد الاسباب، ليست كل الاسباب. لما انا بكون فاقده ثقه بذاتي، فقد حبي لذاتي، بيصار شخص بحياتي بيشعرني انه ذاتي لها قيمه، بيهتم فيني كثير، بحسسني انه انا كثير محبوبه، بصير عندي تعلق للفكره، فهو ببلش ينفر مني، لانه انت لما بتتعلقي بالشخص تعطيه حموله زائده من العاطفه، بيشعر بالنفور، لذلك نحن بنقول دائما بسمع وبفكر بالشخص بيهتم فيني، لانه انت بتبعدي هالحموله الزائده من الطاقه له. فالفكره انه انت هذا الشخص لما اعطاكي هذا الاحساس العالي بالقيمة تمسكتي، إذن أنت بحاجة أنك تحبي ذاتك، بحاجة أنك تثقي بذاتك وتعيدي تقدير ذاتك لتكون العلاقة سوية. يعني ما بصير العلاقة تكون بأنه يصير ثغرات نفسية جواتنا، فالإنسان بده يكون واعي. فمجرد لاقي نفسي أنا أني تعلقت، بلشت خاف اتوتر، هون أنا انتبه، يعني أعمل هيك انتباه لنفسي أنه أنا لازم أعترف أنه عندي مشكلة. المشكلة أنه دائما المتعلقين ما بيعترفوا أنه عندهم تعلق. لك عادي، انا بس بحب عادي. هلا بتحبي عادي معناتها اذا هذا الشخص خرج من حياتك تزعلي، بس مو بتموتي. يعني مو بقول انا بتنتهى حياتي بدونه، ما حدا بتنتهى حياته بدون حدا، ولا حدا بتنتهى حياته اذا لا سمح الله خسر سيارته ولا خسر شغله، ولا كل الناس قادره انها ترجع تبني من جديد. فهذا الموضوع انه انا بدي انتبه ما تكون القصه طلعت عن الحب الطبيعي. الحب الطبيعي انه انا احب الاخر ومؤمنه انه يعني اي حب بيمرق بمطبات اكيد، وممكن انه يصير اختلافات، ممكن يصير فراق، ممكن نرجع لبعض والى اخره، ولكن لا يكون تعلق مرضي انه انا حياتي بتنتهى بدون هالشخص، وبصير اقدم نفسي بالتقسيط واتنازل كثير عن حالي كرمال انه الشخص الثاني يكون رضيان. لا، هذا تعلق. فانا بس كون بهالحاله لازم شوف استشاري ليساعدني انا ليش وصلت لهون، كيف انا بقدر طيب بدون استشاري اعرف شو مشكلتي. تمام. اول شيء بسال حالي هذا الشخص انا متمسكه فيه ليش؟ شو السبب؟ أول إجابة سريعة وبديها أقول بحبه. لا، ليش لهالدرجة إنه ما عم بقدر أتخيل حياتي بدونه؟ شو الثغرة اللي سد عندي؟ هل هو أعطاني ثقة بنفسي أكثر؟ هل هو عندي فقد الاهتمام عالجه عندي؟ فقد للحب قدم لي إياه؟ لازم أعرف. ولا هو إنه أنا اللعبة اللي عندي إذا فقدت بعصب، فئتي إذا راحت شوي بعصب، وهو شخص كمان، هون التعلق المرضي. لأي شيء أنا بهمني بصير عندي تمسك، وإذا راح يا لطيف وإذا بطل يتصل فيني أنا أكيد بحاجة لعلاج استشاري نفسي يساعدني، مو معناته أنا مريض. أنا بحاجة لمساعدة بإني صير متوازن عاطفيا، يعني أنا يكون عندي حب لذاتي، تقدير لذاتي، عندي احترام لنفسي. شخص لما بده يدخل حياتي بده يكون قيمة مضافة لنفسي، يعني حببني بحالي أكثر، وليس هو مصدر، ليس هو الماء التي أعيش عليها. يعني مو أنا نبتة وهي الماء التي أعيش عليها، أكيد لا، لازم يكون في إضافة. أنت قيمة مضافة، نحن اثنين بنشكل رقم ثلاثة، بنشكل ثنائي جديد، يعني شخصية جديدة، لا أنا أنت ولا أنت أنا. يعني بتكون هي هذا الوعي، الحب الواعي اللي أنا بقبل أن الشخص الآخر فيه اختلافات، أتقبل ذلك، ممكن أنه نقرب شوي لبعض، بتقبل أنه هو مثلاً بحب أشياء غير اللي أنا بحبها، بعرف حالي أنه أنا إنساني عندي سلبيات وعندي إيجابيات. وهذا الحب الواعي اللي هو ما بيكون مثلاً بإنهيار. تلاقي أشخاص مثلاً طلع شخص من حياتهم فاتوا بحالة إنهيار، هلا كلنا بنزعل 3 أيام 4 أيام، كنا ناخذ أسبوعين لنطلع من السيرة، بس أكيد مو 3 سنين. خلينا بس نوقف هون أستاذة. أوقات منشوف الحالة رد فعل عكسي، ما بصير كل هاي الأمور، وبتلاقي الشخص حتى من هو وطفل فاقد، ممكن للحياة الاجتماعية الأسرية للأم أو للحب قصدك، تمام، عنده فاقد لهذا الموضوع. وقت بيكبر ما بيصير عنده رد فعل إيجابي، أو بيصير بيتعلق بالأشخاص للتعلق المرضي، ممكن يصير عنده أنه أنا ما بتعلق بحدا.
تماما تجنبي، ما بقى قدرت اتعلق بحدا نهائيا، واي حدا بيطلع من حياتي انه اوكي اوكي يعني ما هو كثير منيح حلو. لا اوقات بحسوا بالاسترخاء وبالراحه انه خلص منيح اللي طلع لهي الدرجه. في تمام. اشخاص بتحول عندهم هذا الشيء لهذا الرد فعل. برافو، برضه تعلق مرضي. احسنتي كمان، هذا اسمه تعلق مرضي، انه هو شخص بخاف يفوت بعلاقة. تمام، وبيخاف يستمر، وبيخاف انه شو ممكن يصير، بيكون عنده هالتراكمات من العلاقة الطفولة. طب حتى لو وما بيعبر عن الحب، بيكون كتير متجنب، يعني حتى بيكون حيادي جدا. اكيد هذا ما هو صحيح، لانه الانسان من حقه يعيش المرحلة العاطفية صحيح. اللي هو فيها، وهو انسان له عواطف، لكن انه يكون تجنبي او يكون متمسك لهالدرجة مع القلق والشك وليش ما حكيتني، واكيد لا هيك صح ولا هيك صح، والتنتين حالة مرضية. تمام، تنتين حالة بحاجة لعلاج، لأنه هذا الشخص فاقد الحب فما بيقدر يعبر عنه، عنده تجنب. أحسنتي، عنده تجنب، وبصير أنه إيه ريحتني، انتبهت الكلمة اللي قلتيها، أنه منيح اللي راح منه، مش بخاف يتعلق. حتى لو استمر بالعلاقة أوقات ما بصير عنده فعله. ممكن نحن يصير عنا وعي، يصير عنا وعي أنه نحن نسمح لمشاعرنا أنه يحب، فيكون حب طبيعي، يعني ما نكون لا متعلقين ولا متجنبين تماما. لانه لما نكون بهالطريقه فهو ما عاش مرحله، هو غير سعيد، هو برضه عايش قلق داخلي. ما نقلك هذا القلق، يعني ما حسسك انه انا متضايق، عاش قلق داخلي. لا بدنا القلق الداخلي ولا القلق الخارجي، بدنا علاقه سويه ليس فيها هذا الارتباط. وبالتالي حتى هذا الشخص اللي بيكون بهالطريقه بتلاقيه اذا بده مثلا يشتري بيت مثلا، بيضل بيأخر وما بيشتري، بخاف يشتري، عرفتي كيف؟ بصير عنده نوع من انه ما قدران يخطي بهالحياه تماما، لانه هو عنده هذا التعلق التجنبي. هلا كثير حلو انه نحن عم نحكي عن الاثار السلبيه الكثير كبيره للتعلق يلي منها التردد. صح، بنشوف اوقات الشريك الاخر لما بيكون هو شريك خاطئ وبيحس بهي نقطه الضعف عند شريكه اللي هي التعلق المرضي، فممكن كثير اوقات يستغله ويصير في ابتزاز عاطفي. وهذا للاسف امثله كثير شفناها خاصه عند المراهقين نحن شفناها. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، شو هي كمان الاثار السلبيه الثانيه اللي فينا نقول هي خطيره ممكن تاثر على الشخص؟ التعلق الشديد بخلينا غير واعيين، مثل ما قلت لك بنقدم نفسنا بالتقسيط. يعني انا لما بكون متعلقه بشخص بس تعلق بدون الوعي انه هالشخص بيناسبني او لا، بدون الوعي انه هو عم يقدرني، هل ما زلت محافظه على قيمتي؟ تمام. فهون انت بتصيري لما بتتعلقي بشيء بدك تعملي اي شيء لتحافظي عليه، بالتالي بنصير بنقدم انفسنا بالتقسيط، بنتنازل عن كثير قصص بالنسبه لنا مهمه، ممكن تتنازل عن عملها، ممكن تتنازل عن شخصيتها، ممكن تتنازل عن كثير قصص. فهون انت بتفكري انه الطرف الاخر استغلها، الطرف الاخر ما استغلها، نحن قدمنا نفسنا نحن سمحنا للآخر أنه يستغلنا. ما حدا بيقدر يستغلك إذا أنت بحالة من الوعي والتوازن. ولكن دائما الإنسان لما بيكون ماله متوازن لا بتكون قراراته صحيحة ولا بتكون اختياراته سليمة. ودائما بنحكي لما بيكونوا اثنين مرتبطين وبصير معهم مشاكل بالزواج، شو منقول؟ كلمة كتير منقولها، عقد نفسية منقولها، بتسمعيها انه كأنه عم تعالج عقدة نفسية. كل انسان عنده مشكلات معينة، ولكن ما في انسان خالي تماما من المشكلات، ما في انسان ما مر بتجربة بطفولته بحياته الى اخره. كل حدا لما بيتزوج بيكون رايح اخذ معه مخزون من الآلام ومخزون من الافراح، وستظهر هذه الآلام بالعلاقة. ولكن النقطة المهمة انه نكون واعيين، واعي لنفسي واعي للآخر، لأقدر أنا وياه نطلع من هالمرحلة. فمثلاً الشخص اللي كان عنده أم معنفة ممكن يكون عنده ردة فعل قاسية تجاه المرأة، وتلاقيه من أقل نكشة عم يعيط عليها أو يعصب أو كأنه بحالة دفاع مستمرة عن نفسه. فإذا كان واعي لتصرفه فنحن ما لنا مضطرين نحل تجربة قديمة بإنسان جديد، وإذا كان الطرف الآخر هو واعي ممكن يساعده يطلع من هالسيرة. طبعا اذا كانت واعيه قبل انا برايي انها تفوت هالقصه من اصلها تماما، لانه نحن منا معالجين نفسيين، حلو نبدا العلاقه صح. ولكن اذا ما كنا واعيين لمشاكلنا وضلينا بحاله الانكار والدفاع عن انفسنا بحياتنا ما بنخلص. لابد اني اكون واعي لمشاكلي وساعد نفسي اني اتخطى هالمشكله. فدائما علاقه الام كثير مهمه. الشخص اللي علاقته بامه علاقه متوازنه وفيها صداقه،
فيها حب. الأم معودته إنه يكون صاحب قرار، يختار، تكون حياة، بتلاقيه علاقته بالمرأة علاقة كتير حلوة، شراكة وصداقة وبيحترم آرائها. أما إذا كانت هي بتحبه حب شديد تختار له، صحيح، بتاخذ دوره، بتلاقي هذا الشخص احيانا بيعتمد على المراه انه هي تختار له، او بيكون بالعكس معنف لها. يمكن هون حكيتي كلمه انه اوقات نحن بنكون معالجين نفسيين، في اشخاص تتعافى باشخاص ثانيه، وبنفس الوقت بتسبب بتنقل هي الازمه او هي العقد للشخص يلي تعافوا منه. صح تماما. بنفس الوقت يعني هون كيف الواحد بده يقدر يعالج حاله، مو يعالج حاله او يحمي حاله من انا هذا الشخص جاي يعني مثلا عم يتعالج فيني، عنده عقد وعم يتعالج فيني، انا اكيد ما بعرف. صلحت نفسيته وصارت اموره تمام، والله ما صارت هي العقد منتقله لإلي، انا كيف فيني احمي حالي تمام من اني اخذ او اتلقى هي القصص السلبيه يلي عند الشخص؟ تمام. العلاقات هي رسائل، كل انسان بيظهر بحياتك هو رساله لإلك تمام. وانت رسالة لإله. الفكرة انه انا لما يظهر بحياتي انسان كون انا حاببته، في تواصل وفي قواسم مشتركة اكيد بيستمر. لما بحس انه عنده مشاكل وانا اتولى فكرة المعالجة وانا مو هاد شغلي، فاكيد بدي تسبب بأزمة نفسية لإلي. يعني مثل إذا أنت عندك صديقة دائما بصير معها مشاكل وبتيجي بتحكي لك بتحكي لك بتحكي لك، مر فترة بتقولي أنا اكتئبت، تقولي أنا اكتئبت، الأمر الطبيعي، لانه نحن دائما بحاجه انه نطلع من مشاكلنا. ولاحظي انه دائما بنحب الناس اللي بتبسطنا، والناس اللي بتنشر السعاده لنا، الناس اللي بتجيب لنا هدايا، الناس اللي بتقدر تخلينا نفرح تمام. كلنا بنحبهم. في ناس روح قلبها تعالج هدول الاشخاص اللي عندهم، لا يعني مو نفسية. خلينا نقول ناس بتحب تآلم نفسها، بتحب تعاني، لا عندها مشكله بتحب تعاني. لما تقولي لي انه شخص بحب انه يعالج، لا، اذا هو معالج ومرشد بيسمع. نحن كمرشدين ومعالجين ناخذ بريك من الاستشارات لنطلع من الجو أكيد. ونرجع نتوازن ونقوى، فأكيد لا أكيد. أستاذة سلوى سعيدين كثير بالحديث معك عن هذا الموضوع، نتمنى التوازن النفسي للجميع، ومرحلة الطفولة على قد ما هي مرحلة كثير مهمة وحساسة، يا ريت يكون في وعي كثير كبير لها وإرشاد بنفس الوقت. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك. وأكيد بدنا نتمنى أنه الله يبعد عنا هيك أشخاص مليانة عقد وتنقل هي العقد لإلنا.